بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نبدا باذن الله تسجيل ريكورد او فيديو نيو ان شاء الله. احنا عارفين ان النيو في حاجات عملي زي الهيموبليجيا والبارابليجيا، وفي حاجات نظري، والدروس النظري نيو مليان حاجات كتيره، بس في حاجات مش مهمه زي الحاجات اللي في الاول، اناتومي والكورتيكال اريا والحاجات دي، وفي حاجات معينه مهمه انت تهتم بالحاجات المهمه، ما تضيعش وقت كبير في النيو عشان وقتك. يعني عندنا اول حاجه هنبدا بيها حاجه اسمها الماسل ديز. ايه قصه الماسل ديز؟ عندنا مرضين حاجه اسمها مايسينيا جيرفز وحاجه اسمها مايوباسي. مايسينيا جيرفز عباره عن واحده عندها مشكله في النيورو ماسكولار جانكشن. المفروض النيرف بيوصل الماسل، والوصله ما بينهم اسمها نيورو ماسكولار جانكشن. النيورو ماسكولار جانكشن كان فيه ريسبتور اسمها اسيتايلكولين ريسبتور، بحيث الاسيتايلكولين بيطلع يعمل ستيبوليشن او ديبولاريزيشن على الريسبتور دي، فالعضله يحصل لها كونتراكشن. العينه اللي عندها مايسينيا جيرفز عندها مشكله في النيورو ماسكولار جانكشن، ان طلع عندها انتي بودي. الانتي بودي بتروح تضرب الاسيتايلكولين ريسبتور، فالاسيتايلكولين ما لقيش ريسبتور يشتغل عليها، فالعينه يحصل لها فاتيج بسرعه جدا. تقوم الصبح كويسه، على الظهر تبدا تتعب، يبدا يحصل لها فاتيج ات ذا اند اوف داي. الموتور باور تبقى حلوه الصبح، على الظهر تتعب. تقوم تعمل الفطار والغدا، تتعب بعد الغدا، تنام لتاني يوم تفوق، وكل يوم على كده. يبقى كلمه مايسينيا جيرفز واحده بتتعب بيحصل لها فاتيج افتر ريبيتيشن اوف موفمنت. طب هي ليه حصل لها فاتيج وليه تعبت افتر ريبيتيشن اوف موفمنت؟ لان عندها مشكله في النيورو ماسكولار جانكشن، عندها ديس اوردر في النيورو ماسكولار جانكشن. يبقى الديفينيشن عندها عباره عن ايه؟ قلت واحده بيحصل لها فاتيج افتر ريبيتيشن اوف موفمنت. ليه؟ عشان عندها ديس اوردر في النيورو ماسكولار جانكشن. يبقى تاني ايه يعني ايه؟ يعني ايه مايسينيا جيرفز؟ الديفينيشن عباره عن ايه؟ ديس اوردر اوف ترانسميشن ات نيورو ماسكولار جانكشن، صح؟ ديس اوردر اوف ترانسميشن ات نيورو ماسكولار جانكشن، مشكله في النيورو ماسكولار جانكشن، كاركترايزد باي شكل العين عامل ازاي؟ ايزي فيتيجابيلتي افتر ريبيتيشن اوف موفمنت، بتتعب بسرعه. ايزي فيتيجابيلتي افتر ريبيتيشن اوف موفمنت اند ريليف ذا باي ريست، بتترتاح، تبقى كويسه لما ترتاح، ولما تشتغل كتير تتعب بسرعه جدا. ديفينيشن تاني عباره عن ايه؟ ديس اوردر اوف ترانسميشن ات نيورو ماسكولار جانكشن كاركترايزد باي ايزي فيتيجابيلتي اوف سكيليتال ماسل افتر ريبيتيشن اوف موفمنت اند ريليف ذا باي ريست، تقوم الصبح كويس تتعب الظهر. كاتيولوجي قلت المشكله عندها اوتو اميون. ازاي؟ ان عندها مشكله في النيورو ماسكولار جانكشن، ان طلع انتي بودي بتهاجم الاسيتايلكولين ريسبتور. الانتي بودي قد تكون طالعه من الاميون سيستم شخصيا، او قد يكون مشكله في السايمس جلاند. المفروض السايمس جلاند دي المدرسه اللي كان بيتعلم فيها التي ليمفوسايت ازاي يتعرف على الانتيجين بتاعت جسمنا. لو واحده عندها سايموما او سايمس هايبربليزيا، هتبدا السايمس تطلع ابنورمال تي ليمفوسايت، فتصنع ابنورمال انتي بودي تهاجم الاسيتايلكولين ريسبتور في النيو ماسكولار جانكشن برضه. يبقى هي مشكلته اوتو اميون، يا جاي من الجسم يا جاي من السايمس. يبقى اتيولوجي اللي عندها مشكله عندها اوتو اميون. ازاي؟ قلنا كم واحد عندها حاجه اسمها اسيتايلكولين ريسبتور انتي بودي، انتي بودي طالعه تضرب الريسبتور بتاعت الاسيتايلكولين اللي موجوده في النيو ماسكولار جانكشن. والدليل انها اوتو اميون ان احنا لقينا عندهم في الدم حاجه اسمها اسيتايلكولين ريسبتور انتي بودي موجود في الدم، يبقى خلاص القصه اوتو اميون. يبقى الاتيولوجي قلت كم واحد اوتو اميون. ازاي عندهم اسيتايلكولين ريسبتور انتي بودي؟ حصل ازاي؟ قلت زيرو ذا برودكشن اوف انتي بودي، هنترجم كلمه اسيتايلكولين ريسبتور، هقول زيرو ذا برودكشن اوف انتي بودي اجينست اسيتايلكولين ريسبتور فين؟ ات نيورو ماسكولار جانكشن ليدنج تو ذا زيرو ديستركشن. الدليل ان الاسيتايلكولين ريسبتور انتي بودي ده ديتكتد في البيشنت سيرم، حوالي 90% من الحالات عندهم بوزيتيف اسيتايلكولين ريسبتور انتي بودي. رقم 2 سايمك ديسفانكشن. ايه قصه السايمس؟ انا قلت بتعلم التي ليمفوسايت انها تعرف على الانتيجين بتاعت جسمنا عشان تصنع نورمال انتي بودي. لو واحد عنده سايموما او سايمك هايبربليزيا او سايمك ديسفانكشن، هتصنع ابنورمال انتي بودي فهتهاجم النيورو ماسكولار جانكشن. حد فاهم حاجه؟ يبقى سايمك ديسفانكشن بولد قلت نورمال سايمس جلاند بروديوس تي ليمفوسايت، والتي ليمفوسايت كان لها دور في الاميون سيستم ووتش بارتيسيبيت ان اميون ريسبونس. لو عنده سايمس ديسفانكشن او سايمك ديسفانكشن يؤدي الى برودكشن اوف ابنورمال انتي بودي اسمها سيتايلكولين ريسبتور انتي بودي، تؤدي الى ديستركشن اوف سيتايلكولين ريسبتور ات نيورو ماسكولار جانكشن. اقول من الاول تاني. يعني ايه مايسينيا جريفز؟ مرض وهن او ضعف العضلات، عينه بتتعب بالمجهود، صح؟ حتى احنا بنشخصها بنقول لها اعملي مجهود كده، ما تقدرش تقدر مثلا امشي كيلو، تمشي ربع كيلو تتعب، عد من 1 ل 100، تعد من 1 ل 10 تتعب. يبقى يعني مايسينيا جريفز قلت ديس اوردر اوف ترانسميشن ات نيورو ماسكولار جانكشن كاركترايز باي ايزي فاتيجابيلتي اوف سكيليتال ماسل افتر ريبيتيشن اوف موفمنت. الاتيولوجي قلت القصه عندها اوتو اميون، انتي بودي جايه من الميون سيستم على طول يا جايه من السايمس جلاند. قلت اسيتايلكولين ريسبتور انتي بودي عباره عن ايه؟ هترجم الكلمه، قلت زيرو ذا برودكشن اوف انتي بودي اجينست اسيتايلكولين ريسبتور فين؟ ات نيورو ماسكولار جانكشن ليدنج تو زيرو ديستركشن. الدليل ان الاسيتايلكولين ريسبتور انتي بودي ديتكتد في البيشنت سيرم حوالي 90% من الحالات. رقم 2 سايمك ديسفانكشن. قلت ايه؟ قلت نورمالي السايمس جلاند بروديوس تي ليمفوسايت، بتصنع ليمفوسايت طبيعيه. لو عنده سايمك ديسفانكشن يؤدي الى برودكشن اوف ابنورمال ليمفوسايت، يعني برودكشن اوف ابنورمال انتي بودي تؤدي للدستركشن اوف ايه؟ اسيتايلكولين ريسبتور ات نيورو ماسكولار جانكشن. الكلينيكال بيكشر المرض ده اوتو اميون، وطالما اوتو اميون احنا عارفين الامراض الاوتو اميون دايما
او كوملي اكتر انها تحصل في الميدل ايج في ميل، فعشان كده هيحصل في مين؟ عاده ميدل ايج في ميل، يبقى هو كومن في الفيميل. ميدل ايج يعني من 20 ل 40. شكلها عامله زي البيهيفير. ايه السيناريو بتاعها؟ السيناريو خلاصه السيناريو ان الست بيحصل لها ايزي فاتيجابيلتي افتر ريبيتيشن اوف موفمنت. المرض ده يبقى كلينيكال بيكشر قلت رقم واحد تايب اوف بيشنت، مين العين اللي بيجي له؟ قلت ميدل ايج في ميل من 20 ل 40. ميدل ايج في ميل كبيهيفير شكل ديز عامله ازاي؟ قلت عندها ايزي فاتيجابيلتي افتر ريبيتيشن اوف موفمنت. طب ايه كمان المرض ده؟ في حاجتين بحرف الدي. الدي الاولى انه ديسندنج مانر، يعني بيبدا من فوق لتحت، تبدا عضلات وشها وعينيها تتعب، بعد كده الابر ليمس واللور ليمب بالشكل من فوق لتحت، يبقى رقم واحد ديسندنج مانر. والدي الثانيه انه له حاجه اسمها دايورنال فاريشن. الست قامت الصبح كويسه وجهزت الفطار تعبت على اخر اليوم. دايورنال فاريشن يعني الموتور باور جود ات ذا ايرلي مورنينج اند ورسن ات ذا اند اوف داي. كلينيكال بيكشر قلت بيجي في ميل الايج في ميل، شكلها عامل ازاي؟ ايزي فيتيجيبلتي افتر ريبيتيشن اوف موفمنت. واثنين دي ديسندنج مانر ودايورنال فاريشن. ديسندنج يعني ايه؟ يبقى شغال من فوق لتحت. ودايورنال يعني ايه؟ دايورنال يعني الموتور باور از جود ات ذا ايرلي مورنينج اند ورسن ات ذا اند اوف داي. طيب الكلينيكال بيكشر قلت بيحصل لها فاتيج من فوق لتحت، نبدا من فوق لتحت رقم واحد على مستوى الفيس، يحصل لها فاتيج في عضلات الوش فخلاص ما عادش بتقدر تضحك، يحصل لها ايه في وشها؟ يحصل لها حاجه اسمها ماسك فيس او اكسبريشنلس ابيرنس. يبقى رقم واحد على الفيس يحصل لها ايه؟ قلت يحصل لها حاجه اسمها ماسك فيس او اكسبريشنلس ابيرنس عشان عضلات وشها تعبت. رقم اتنين بعد الفيس ناخد عضلات العين كده، تلاقي الاي حصل فيها، تلاقي في الاي حصل لها تعب في عضلات الليد، ما عادش عارفه تفتح عينيها، يحصل لها حاجه اسمها توزيس ديبلوبيا اوف سالموبليجيا. تحت شويه ننزل على بقها كده على عضلات الجو، عضلات الفك تتعب هي كمان، ما عادش قادره تقفل بقها، الجو كان مقفول طول النهار انتي جرافيتي، يبدا يتفتح بقى، يحصل لها ايه؟ قالوا الماوس از هانجنج اوبن، يعني بقها مفتوح ما بيقفلش. يبقى تاني بتتعب ازاي من فوق لتحت؟ قلت رقم واحد على الفيس عندها اكسبريشنلس ابيرنس او ماسك فيس، دخلنا على الاي عندها توزس ديبلوبي اوف سالموبليجيا، دخلنا على الماوس عندها الماوس از هانجنج اوبن، دخلنا تحت شويه على رقبتها كده شفنا البلبر ماسل، يحصل لها فاتيج في البلبر ماسل، يحصل لها حاجه اسمها بلبر بولس، يعني ما تعرفش تبلع ولا تتكلم، يحصل لها حاجه اسمها ديسفيجيا ديس ارسيا هوسنس اوف فويس ونيزل ريجرجيتيشن. عندها ايه؟ ديسفيجيا ديس ارسيا هوسنس اوف فويس نيزل ريجرجيتيشن. ننزل بقى يحصل لها الفاتيج في عضله الابر ليمب ثم اللور ليمب في البروكسيمال، عضله كبيره اكثر من الديستال. ده السيناريو بتاع الديزيز، والمرض ده كان بيولي موتور ديزيز. تمام، بيولي موتور. طيب وطبعا هو لور موتور نيورون ليجن، ده مشكله في المصل او نيوروماسكولار جانكشن. نخش على الدايجنوز، لما احب اشخصها في حاجه اسمها انفستيجيشن وفي حاجه اسمها كلينيكال دايجنوز. ايه الكلينيكال دايجنوز؟ الكلينيكال دايجنوز بنعمله ازاي؟ العين بتتعب بالمجهود، فانا بحاول اشوفها هتتعب بالمجهود ولا لا، بعمل لها بنتعب العيان، نعمل حاجه اسمها اندكشن اوف فاتيج باي ريبيتيشن اوف موفمنت، او لا حركي ايدك كده من 1 ل 100 ما تقدرش تعمل 10 وتتعب، يبقى انا كده اثبت انها مايسينيا كلينيكال. بعمل لها ايه؟ اندكشن اوف فاتيج باي ريبيتيشن اوف موفمنت. رقم 2 بعمل حاجه اسمها ووكرز تيست. ايه الووكرز تيست؟ بجيب جهاز الضغط واحطه على العينه وارفع الضغط فوق السيستول، الاقي العين دي حصل لها توزس، لان انا كده بتعب العضلات اصعب. بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها ووكرز تيست. يعني ايه ووكرز؟ بقول ابرايس في جنومونومتر اون بيشنت ارم رايز بلاد بريشر اباف سيستول، يحصل لها توزس في خلال 10 ثواني 10 سكندز. يبقى لو قال لك استخدامات جهاز الضغط، كنا بنشخص بيه تيتاني وكنا بنقيس بالضغط وكمان كنا بنشخص بالمايسينيا جريفز. يبقى كلينيك عملت حاجتين، رقم واحد اندكشن اوف فاتيج باي ريبيتيشن اوف موفمنت، رقم اتنين عملت حاجه اسمها ووكرز تيست بجهاز الضغط. ايه كمان ممكن اعمل؟ فارماكولوجيكال دايجنوز او هدي ادويه. حاجه اسمها انتي كولينستيز. انا لو اديت حاجه اسمها انتي كولينستيز هدي فرصه الاستايل كولين يزيد، صح؟ ما انا كده اديت انتي كولينستيز اللي كان بيكسر الاستايل كولين، هو الكولينستيز، انا اديت انتي كولينستيز فيزيد الاستايل كولين، فيبدا هو يهزم الانتي بودي فالعيانه تتحسن، يهزم الانتي بودي فالعيانه تتحسن. انتي كولينستيز زي من حاجه اسمها نيوستيجمين او بيريدوستيجمين، لو انا حصل لها امبروفمنت يبقى خلاص عندها مايسينيا جيفز. طب اذا ما حصلهاش يبقى العيانه دي نورمال بيرسون، يا اما العيانه دي عندها مرض تاني زي المايوباسي مثلا فما اتحسنتش او حالتها ساءت اكتر يعني. طيب يبقى حاجه اسمها نيوستيجمين او بيريدوستيجمين بيحصل امبروفمنت ماشي في خلال 20 دقيقه او بتفضل حوالي 4 ساعات، اودي ماده اسمها تنسيلون. التنسيلون ده بيدي تحسن سريع جدا وبيقعد فتره صغيره، يعني بيبقى حاجه كويسه، التست ده احسن بكتير. يبقى انا عملت كلينيكال دايجنوز يا اما حاجه اسمها اندكشن او كلينيكال دايجنوز باندكشن اوف فاتيج او حاجه اسمها ووكرز تيست، وبعدين فارماكولوجيكال اديت انتي كولينستيرز زي نيوستيجمين او بيريدوستيجمين او تنسيلون.
طيب بعد كده اما اجي اعمل انفستيجيشن العيان دي، المشكله عندنا في الماسل او نيو ماسكولار جانكشن، فانا بعمل حاجات خاصه بالعضلات بس. العيان اللي عندها مشكله في العضله او في نيو ماسكولار جانكشن بس المشكله دي اوتو اميون، والانتي بودي قد يكون موجود في السيام او قد يكون سبب السايموس جلاند، فانا هدور على كل حاجه. بعمل ايه كانفستيجيشن على نفس الوزن كده؟ بقول ايه سيرولوجيكال ارديولوجيكال. بعمل ايه سيرولوجيكال ارديولوجيكال وبين حاجات العضلات، اي ام جي ماسل بيوبسي، اي ام جي حاجه بتقسم العضلات ماسل بيوبسي، سيرولوجي ارديولوجي، سيرولوجيكال ارديولوجيكال. سيرولوجيكال بدور على انتي بودي، هل عندها انتي بودي في الدم او محلولنا في الايتيولوجي، حاجه اسمها سيتايلين كرون ريسبتور انتي بودي ديتكتد في 90% اوف بيشنت سير. طب ارديولوجيكال هصور سايموس جلاند، هعمل سي تي او شيست اكس راي، هل عنده سايموما او سايموس هايبربليزيا، الجلاند كبير وقافله الميدياستاينم. يبقى ارديولوجيكال بعمل بلين اكس راي او سي تي على الانتيو ميدياستاينم، هل عنده ايه سايموس جلاند انلارجمنت. بعد كده ايه انا قلت سيرولوجيكال ارديولوجيكال، حاجات العضلات اي ام جي ماسل بيوبس، اي ام جي رسم العضلات، هل عنده ايه، هل انا لما اجي اعمل رسم العضلات هل الكونتراكشن عالي في الاول قوي وبعد كده بيقل 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 لحد ما عادش في كونتراكشن، يعني بيحصل ريدكشن اوف امبليتيود بس امتى؟ افتر ريبيتد ستيموليشن. عندها ريدكشن اوف امبليتيود افتر ريبيتد ستيموليشن، بتتعب بالستيموليشن الكتير، بتتعب بالموفمنت الكتير، بيحصل لها فاتيج اون ريبيتيشن اوف موفمنت. طب مصل بيوبسي المرض ده اوتو اميون، فهلاقي الليمفوسايت مالية العضلات، هلاقي حاجة اسمها انكيرز دي ليمفوسيتك انفلتريشن او انكيرز دي ليمفوسايتس، عشان المرض ده اوتو اميون والليمفوسايت عالي. يبقى كانفستيجيشن عملنا حاجتين نحفظ مع بعض يا شباب، سيرولوجي راديولوجي اي ام جي مصل بيوبسي. طبعا احنا بنقول باختصار اول كلمتين اللي انت عاوزهم من الامتحان، وما تضيعش في النيو اكتر من كده. انا ممكن اشرح الحاجات دي وافصل فيها، واحنا لما كنا بنشرح بالكورس كنا بنفصل في الحاجات وبناخد فيها وقت، بس انا بقول لك دلوقتي ما تضيعش وقت كبير في النيو، ركز في البنش التاني احسن، اعرف بس الكلمتين اللي بنقولهم دول. يبقى سيرولوجي راديولوجي، سيرولوجي اسيتايل كرون ريسبتور انتي بودي ديتكتد في البيشنت سي ام 90% من الحالات، راديولوجي بلين اكس اي او سي تي ديتكت مين سايموس هايبربليزيا، اي ام جي ماسل بيوبس، اي ام جي هلا ريدكشن اوف امبليتود افتر بيتر ستيموليشن، ماسل بيوبس هلا انكيفز دي لينفوسايتس. طب التريتمنت بعالج ازاي؟ رقم واحد بعالج ميديكال، العيان دي عندها انتي بودي صح وعندها كولينستيريز وفي اسيتايل كولين، الاسيتايل كولين عاوز يعمل ستيموليشن صح، بس في اتنين واقفين ضد الاسيتايل كولين، واحد بيكسره اسمه كولينستيريز وواحد بيتخانق معاه اسمه اسيتايل كولين ريسبتور انتي بودي، بيمسك مكانه في الريسبتور نفسه. يبقى انا دلوقتي الاسيتايل كولين واقف في كفه والناحيه الثانيه الكفه الثانيه فيها كولينستيريز وفيها مين اسيتايل كولين ريسبتور انتي بودي، الاثنين دول كانوا هازمين الاسيتايل كولين، انا عاوز اخلي الاسيتايل كولين يتغلب وينتصر على الكولينستيريز وعلى الاسيتايل كولين ريسبتور انتي بودي، فانا هعمل ايه؟ هقول رقم واحد، بما ان الخناقه دي فيها طرفين والخناقه دي فيها طرف واحد اللي هو استايل كولين لوحده هنا، فانا هضرب واحد من الخناقه دي، يضرب الاستايل كولين ريسبتور انتي بودي يضرب مين الكولينستيريز، هضرب الاول الكولينستيريز، هدي حاجه اسمها انتي كولينستيريز بحيث يبقى خلاص شلت الكولينستيريز، فيزيد نسبه الاستايل كولين يتغلب لوحده على الانتي بودي. يبقى رقم واحد هدي حاجه اسمها انتي كولينستيريز زي النيوستيجمين اللي قلنا من شويه او بيوجوستيجمين. طب اذا ما جابش نتيجه، لو ضربت الكولينستيريز ولسه الانتي بودي بيضرب بيتغلب هو برضه على الاستايل كولين، اروح بعدها ضارب مين الانتي بودي، ادي اميونو سبريسيف دراج زي مين زي الكورتيكوستيرويد، هدي بريدنيزولون لو البيشنت نوت ريسبوندنج تو انتي كولينستيريز، ما يقدرش ده لوحده يتخانق، فانا هشيل بقى الطرفين دول، هشيل انتي بودي والكولينستيريز عشان اشيل الاستايل كولين لوحده يبدا ينتصر. طب اذا ما استجابش الكورتيكوستيرويد لان ده برضه اميونو سبريسيف بس مش قوي، هدي حاجه اقوى، هدي اميونو سبريسيف دراج تاني زي الازاثيوبين او السايكلوفوسامايد ان بيشنت نوت ريسبوندنج تو مين كورتيكوستيرويد. يبقى انا ببدا بالخناقه، انا عندي واحد بيتخانق لوحده اسمه استايل كولين، الناحيه الثانيه فيها انتي بودي وفي كولينستيريز، ببدا اعمل ايه؟ اضرب واحد من الطرف الثاني ده الكولينستيريز، ادي انتي كولينستيريز نيوستيجمين بيوستيجمين، ما استجابش اضرب الثاني هو كمان عشان يخلي استايل كولين ينتصر، ادي اميونو سبريسيف زي الكورتيكوستيرويد لو بيشت مش مستجيب للكولينستيريز للانتي كولينستيريز. طب اذا الكورتيكوستيرويد ما جابش نتيجه هدي حاجه اقوى، اذا اميونو سبريسيف زي الازاثيوبين والسايكلوفوسفامايد ان بيشنت نوت ريسبوندنج تو كورتيكوستيرويد. طب ما استجابش برضه، اقول لك خلاص طب نتيجه نشيل الانتي بودي في الدم ونرميها بره، نغسل الدم ده نفلتر الدم ونطلع منه الانتي بودي، حاجه اسمها بلازما فيريسز، بشيل منها بتعمل ايه بلازما فيريسز؟ بشيل انتي بودي ريديوس اسيتايل كولين ريسبتور انتي بودي ليفل، بشيلها من الدم هتتكون تاني بس انا بشيلها عشان اتحسن دلوقتي، يا اما اروح اشيل السايموس جلاند اللي بتطلع انتي بودي دي، اعمل حاجه اسمها ايراديشن او سيرجيكال ريموفل للسايموس، حاجه اسمها سايميكتومي يعني شلت السايموس.
طب لو عندك سيفير كيس اوف مايسينيك، السيفير كيس اوف مايسينيك اسمها مايسينيك كرايسيس. المايسينيك كرايسيس بيحصل عاده بعد السيرجري وبعد الاوبريشن وبعد الانفكشن بعد الاستريس. يعني بتلاقي عندك حصل له سيفير مايسينيك جيفيس، بتوصل ان عضلات الريسبيريشن نفسها بيحصل لها فاتيك فبيخش في ريسبيرتوري فيلير، فعنده بيحتاج يعمل ميكانيكال فنتيليشن واحط له اوبشن ميكانيكال فنتيليشن وادي له الادويه اللي هي انتي كوليستيريز دي بس بتتاخد اي ام، واعمل له كمان بلازما فيريسيس. يبقى ميكانيكال فنتيليشن في المايسينيك كرايسيس بعمل ميكانيكال فنتيليشن وبلازما فيريسيس وانتي كوليستيريز اي ام اللي هي نيوستجمين وبايبروستجمين. نعدي تاني على المايسينيك جيفيس كلها كده نجاح مع بعض. يعني ايه مايسينيك جيفيس يا شباب؟ Disorder of transmission at neuromuscular junction characterized by easy fatigability after repetition of movement and they live by rest. Etiology قلت المشكلة autoimmune. رقم واحد عند acetyl choline receptor antibody. رقم اثنين thymic dysfunction. Acetyl choline receptor نتجمها قلت there is a production of antibody against acetyl choline receptors at neuromuscular junction leading to their destruction. Acetyl choline receptor antibody are detected in patient serum بنسبة 90% من الحالات. طب thymic dysfunction قلنا normally thymus gland produce lymphocyte which participate immune response. لو عنده thymic dysfunction هادي the production of abnormal antibody تعمل destruction acetyl choline receptor في neuromuscular junction. كclinical picture قلت type of patient middle aged female. behavior of disease بيحصل easy fatigability after repetition of movement. واتنين دي descending الدي الاولى والدي الدانية diurnal variation. descending عشان بيبقى من فوق لتحت زي ما قلنا، وديurnal يعني motor power good at the early morning and worsen at the end of day. بيحصل لها ايه بقى كلينيكال بيكشر من فوق لتحت؟ رقم واحد يحصل فاتيك في العضلات في الفيشال موسل، يحصل لها ماسك فيس واكسبشنلس ابيرنس. على مستوى الايليد يحصل لها توزس دبليو بي اف سيل مبلج، ننزل تحت شويه على الماوس او الجو ماسل يحصل لها الماوس از هانجن جوبن، تحت شويه على البلبا ماسل يحصل لها ديسفيجيا ديس ارسي هوسنس اوف فويس نيزال ريجوجيتيشن، ننزل تحت شويه يحصل لها فاتيك في الابر ليمب قبل اللور ليمب في البروكس من اكتر من ديستال. لو دخلت في حاجه اسمها مايسينيك جرايسيس دي بتحصل بعد السي في الاوبريشن والستريس. مايسينيك جرايسيس بيحصل فيها كل الحاجات دي مع كمان بيحصل فيها respiratory failure عشان فاتيك في respiratory muscle. كانفستيجيشن او دايجنوز بشخص كلينيكال وانفستيجيشن كلينيكال، بعمل كلينيكال تيست وفارماكولوجيكال تيست. كلينيكال تيست بتعب العيان، اعمل حاجه اسمها اندكشن اوف فاتيج باي ريبيتيشن اوف موفمنت، او اعمل حاجه اسمها ووكرز تيست بجهاز الضغط. طب بعد كده فارماكولوجيكال دايجنوز بدي انتي كوليستيريز، لو اتحسنت يبقى فعلا كانت مايسين، بدي نيوستيجمين او بيدوستيجمين او تنسولين اشوف هتحسن ولا لا. طب كانفستيجيشن قلنا رقم واحد السيرولوجيكال راديولوجيكال على نفس الوزن، وبعدين حاجات عضلات عشان ده مواد عضله اي ام جي ماسل بيوبسي. سيرولوجيكال قال لك اسيتايل كلين ريسبتور انتي بودي ديتكتد في البيشنت سيرم حوالي 90% من الحالات. راديولوجيكال بلين اكس راي او سي تي هلاقي عنده سايموس انلارجمنت. اي ام جي ماسل بيوبسي، اي ام جي ريدكشن اوف امبليتيود افتر ريبيتد ستيموليشن. ماسل بيوبسي عشان اوتومين انكريز دي ليمفوسايت. كتريتمنت قلنا ميديكال هبدا اخلي الاسيتايل كلين يغلب الاثنين الاعداء. ومن الاثنين اعداء يا كوليستيريز يا انتي بودي. الكوليستيريز هدي انتي كوليستيريز نيوستيجمين بايبروستيجمين. طب ما تغلبش بيه هضرب كمان الانتي بودي هدي مينو سبريسيف كورتيكوستيرويد. لو ما استجابش انتي كوليستيريز، طب الكورتيكوستيرويد ما استجابش ليه هو كمان، يبقى ادي كمان حاجه ثانيه زي الازوسوبين او سايكلوفوسفاماين. طب بعدين هشيل انتي بودي خالص بلازما فيريز عشان اقلل الليفل اوف استين كونسبتور انتي بودي، او اشيل السايموس ايريديشن او ساي او سايمكتومي. المايسينيك كويس بعالجها ازاي؟ قال لك بدي انتي كونستيرز اي ام زي نيوستيجمين وبلازما فيريز وميكانيكال فنتيليشن. ساعات الخص العلاج في اي بي سي، اقول لك الايه ادي انتي كونستيرز واز سايبرين انتي كونستيرز واز سايبرين، والبي ادي بلازما فيريز، والسي كورتيكوستيرويد والسيرجيكال ريموفال للسايموس جاند. يبقى الايه انتي كونستيرز والثاني از سايبرين والبي بلازما فيريز والسي كورتيكوستيرويد والسيرجيكال ريموفال اي بي سي. طيب خلصنا من حاجه اسمها مايسينيك جيفس، نخش على اللي بعدها. عندنا حاجه اسمها مايوباسي. يعني ايه كلمه مايوباسي؟ كلمه مايوباسي يعني حصل ضعف في العضلات، او حصل ده واحد عنده ويكنس بقى على طول النهار، يعني مش على 24 ساعه طول ما عايش. واحد عنده ديجنريشن في المسل فايبر، كان عنده 10 في المسل فايبر حصل دامج لخمسه منهم فالباقيين ضعاف شويه. يبقى كلمه مايوباسي عباره عن ايه؟ جروب اوف ديزيز كاركترايز جروب اوف ديزيز اوف سكيليتال مسل كاركترايز باي جرادوال بروجريسيف ديجنريشن اوف ذس مسل. مايوباسي يعني حصل ديجنريشن في المسل فايبر، فالمسل فايبر قلت. عباره عن جروب اوف ديزيز اوف سكيليتال مسل كاركترايزد باي بروجريسيف ديتيريشن اوف ذس مسل. الايتيولوجي بتاع المايوباسي يا اما برايمري يا اما سكندري. البرايمري مايوباسي ده غالبا هيريديتري، مش عارفينه حصل ازاي زي الدوشين والكلام ده. طب السكندري ده السكندري الاسباب ايه؟ هم 2 اي و3 وكلمه من 2 اي وبعد كده كلمه من.
اتنين اي اتروجينيك واميون، وكلمه من ميتابوليك اندوكراين نيوبلاستيك. السكن الثاني 2i وبعدين كلمه من 2i اللي هي اميون اتروجينيك. اتروجينيك زي ادويه بتكسر المصل زي الالكحول كاتابوليك على المصل، كورتيكوستيرويد كاتابوليك على المصل، والستاتين والزيدوفيدين ده بتاع الاتش اي في والحاجات دي كلها. يبقى الكحول وبعدين كورتيكوستيرويد وبعدين ستاتين بتاع الهايبرليبيديميا. طب اميون امواد اوتومين بتضرب المصل، خدنا في هيماتولوجي حاجه اسمها بوليمايوسايتس او ديرماتوميوسايتس بيعمل مصل دامج. كلمه من ميتابوليك اندوكرين نيوبلاستيك. ميتابوليك اي مشكله في البوتاسيوم، يا هايبر او هايبوكاليميا. لما البوتاسيوم يقل، البوتاسيوم كان مطلوب عشان الانتجريتي اوف مصل، لما يقل البوتاسيوم او يزيد البوتاسيوم بيحصل مصل دامج. والاي اندوكرينال كان فيها مواد اندوكرين بتدمج المصل. اول مرض كان اسمه اكوميجالي، كان العضله بتكبر بس البلاد سبلاي بتاعها بقى مش مكفي فبيحصل له مصل ويكنس او مايوباسي. والكوشنج عشان كان عنده كورتيزون فبيعمل مصل دامج لانه كاتابوليك. طب النيوبلاستيك قلنا الناس عندها برونكوجينيك كارسينوما كانت بتشتغل كحاجه اسمها بار مالجنانت سندروم، كانت بتعمل مايوباسي ونيوباسي ومايسينيو جريفيس لو حد فاكر. يبقى كلمه مايوباسي تاني عباره عن جروب اوف ديزيز اوف سكيلتال مسل كاركترايز باي ايزي فاتيجابيلتي اوف كاركترايز باي جرادوال ديجينيشن اوف ذيس مسل فايبر. تيولوجي برايمري وسكندري. البرايمري قلنا ده غالبا كونجينيتال او ايديو او هيريديتري. السكندري 2 اي و3 ام. 2 اي اميون ايتروجينيك. ايتروجينيك زي مين قلت الكحول الايه وبعد كده حاجات بحرف الاس كورتيكوستيرويد وستاتين. طب والاميون قلنا امواد هيماتولوجي بتضرب المصل، هي بولي مايوسايتس او ديرماتو مايوسايتس. في مايوسايتس ففي مصل دامج ففي مايوباسي. كلمه من ميتابوليك اي مشكله في البوتاسيوم، هايبر او هايبوكاليمي. اندوكرينال من الاول لاخر كده قلنا رقم 1 اكوميجالي، رقم 2 ميكسيديما عشان ما فيش ميتابوليزم، رقم 3 كوشنج. طب نيوبلاستيك قلت البارا مالجنان سندروم او البرونكوجينيك كارسينوما بيحصل فيها مايوباسي. ايه الباثوفيسيولوجي بتاعت المايوباسي؟ اللي عنده مايوباسي ده عنده قصه كده. المفروض العضله بتقدر تحول الكرياتين الى كرياتينين. لو حولنا الكرياتين لكرياتينين ده بيؤدي الى انرجي برودكشن، بنطلع اي تي بي. اللي عنده مايوباسي ده مش قادر يحول الكرياتين لكرياتينين، وبعدين مش قادر يحول كرياتين لكرياتينين، فيزيد الكرياتين ويقل من الكرياتينين، فاصبح مفيش كرياتينين. ما انا محولش الكرياتين لكرياتين، مفيش كرياتينين، فتلاقي اليورين ما عادش فيه كرياتينين، واليورين ننزل فيه ساعتها مين كرياتين. المحصله ان طالما اليورين نزل فيه كرياتين يبقى الكرياتين ما تحولش لكرياتينين، يبقى ما حصلش انرجي برودكشن فيحصل مايوباسي، مفيش طاقه العضله يحصل لها ديجينيشن. يبقى الباثوفيسيولوجي قلت الديزيز ده بيحصل فيه الكو المصل ان ايبل تو كونفيرت كرياتين الى كرياتينين، وبالتالي الكرياتين اللي كان نورمال ابسنت في اليورين بقى موجود لانه ما تحولش لكرياتين، والكرياتين اللي كان نورمال بريزنت بقى ابسنت لانه اصلا مفيش تحويل كرياتين لكرياتين، فالكرياتين هو اللي نزل والكرياتين اختفى. وبعدين قال لك وبالتالي طالما ما حولش ده مفيش انرجي، ديفيشنسي اوف انرجي يعمل ديجينيريشن في المسل فايبر. لما العضله يحصل لها دامج او ديجينيريشن ممكن الخلايا اللي ماتت او الفايبر اللي ماتت يترسب مكانها فايبر وفات تشو، يجي فات وفايبر تشو جايه من الدم تترسب في المسل. لو هترسب فايبر وفات تشو كتير، اكسسيف فايبر وفات تشو، تلاقي العضله كبرت على ما فيش، كبرت بس مليانه فات وفايبر تشو، حاجه اسمها سولو هايبرتروفي. ولو ترسب كميه صغيره ليتل فايبر وفات تشو يحصل حاجه اسمها مسل اتروفي. ده الباثوفيسيولوجي. طيب كلينيكال بيكتشر قلت بيحصل ايه كسيمتوم وساين. اللي عندي عندها فاتيج او ويكنس بيحصل ازاي؟ اولا يكون عندها مشكله في المصل، فالمرض ده اللي هو موتور نيورون ديزيز، يعني فيها هايبوتونيا وهايبرفليكسيا ومش عارف ايه. طيب العيان عندها مشكله بيقول موتور برضو صح عشان ده مشكله في المصل، بيحصلها ويكنس في العضلات من فوق لتحت. من فوق لتحت رقم واحد ابص على كتاف العيان الاقي العيان ده لما يجي يزق الحيطه بدل ما يزق يتزق لورا، يحصل لها حاجه اسمها وينجنج سكابولا. رقم اتنين ابص على ظهر العيان الاقي العيان ده ظهره محني قوي، ليه؟ عضلاته مش شايلاه، حصل له حاجه اسمها اكسجيريتد لامبر لوردوزس. ولما يكون محني لورا قوي بطنه تقب لقدام يحصل حاجه اسمها بوست بيلي ابدومين. يبقى من فوق لتحت عندها وينجنج سكابولا، عنده وينجنج سكابولا، تحتها عنده حاجه اسمها اكسجيريتد لامبر لوردوز او بوست بيلي ابدومين، تحتها على البلفز يحصل ايه؟ مش قادر يرفع رجليه من على الارض عشان عضلات ضعيفه، فماشي كحت كده، ماشي يزحف كده في الارض، ماشي يرمي نفسه يمين ويرمي نفسه شمال زي البطه اللي حجمها كبير، يحصل له حاجه اسمها وادلنج جيت. وبعدين تلاقي العيان ده مش قادر يقوم من على الارض الا ما يمسك في رجليه ويقوم، يعني بيمسك بيسند على رجليه بيتسلق على رجليه عشان يقوم، بيحط ايده على رجله يمسك في رجله عشان يقوم، حاجه اسمها كلايمنج تيست يقول اللي هو
ايه ذا بيشنت كلايم هيم سيلف، بيطلع بيتسلق نفسه كده. كمان مش قادر يطلع السلم، من ابيليتي تو كلايم ذا ستيرز، عشان المصل كلها ضعيفه فمش قادر يرفع، عضلات البلفس مش قادر ترفع رجله من على الارض. يبقى من فوق لتحت عنده ايه وينجنج سكابولا او حاجه اسمها جوار تيست، ان انا لو شلته من كتافه بلاقي العضلات ضعيفه، هايبوتونيا شويه. تحت شويه في الظهر عنده حاجه اسمها اكسجيتد لامبر لودوز وبوستيبل ابدومن، على البلفز عنده حاجه اسمها وادلينج جيت، وبعد كده ايه انابيليتي تو كلايم ذا ستيرز او ذا بيشنت كلايم هيم سيلف، حاجه اسمها جوار ساين. وبعد كده يحصل له ايه كمان، يحصل له سكيليتال ديفورميتي زي البسكيفاس، واي سي جي تشينجز زي مين زي عشان عنده كارديوميوباثي. كانت الانواع، في نوع بيضرب الشولدر جدا، عضلات الشولدر الاكتر او السكابولا والهيومرس العضلات بتاعتهم حاجه اسمها سكابيولا هيومرال تايب، وفي نوع بيضرب العضلات البلفز نفسها بسميه بلفيك جيردل تايب، وفي نوع بيضرب عضلات التانك. كانفستيجيشن ايه هي؟ لما اجي اعمل انفستيجيشن مشكله في المصل صح، فهعمل حاجات المصل، مصل بايوبسي واي ام جي ومصل انزيم، حاجات المصل مصل بايوبسي واي ام جي زي ما عملنا هناك، وهزود مصل انزيم. وبعدين هثبت ان العضله بتحولش الكرياتين لكرياتينين صح، هعمل حاجه اسمها استيميشن اوف كرياتين اند كرياتينين، وحاجه اسمها كرياتين تولرانس تيست. تعال نشوف رقم واحد اي ام جي، رسم العضلات، العضله القويه ضعيفه ضعيفه، عنده ديمينشد امبليتيود صح، قوه الكونتراكشن ضعيف. طب مصل بيوبسي العضله هلاقي عنده ديجنريشن في المصل فايبر، والمصل فايبر اللي حصل لها ديجنريشن اترسب مكانها فايبر وفاتي تشو. طب لما اجي اعمل الحاجه الثالثه، قلنا رقم واحد اي ام جي مصل بيوبسي، رقم ثلاثه مصل انزيم، مش بيحصل دمج للعضله، فطبيعي لما يحصل دمج يطلع الانزيم في الدم، الاقي السي بي كي عالي والالدوليز عالي والسجوت، عشان في ديجنريشن فالمصل انزيم عالي في الدم. يا مصل انزيم مصل بيوبسي اي ام جي، مصل انزيم عاليه سي بي كي والدوليز وسجبت وسجوت، مصل انزيم مصل بايوبسي هلاقي عنده ايه، هلاقي عنده ان حصل ديجنريشن في المصل فايبر وزفايبر وفاتيتشو، ومصل اي ام جي هلاقي عنده ريدكشن اوف امبليتيود. بعد كده هشوف حواله الكرياتين والكرياتين، استيميشن اوف كرياتين اند كرياتين، الطبيعي ان الكرياتين يتحول لكرياتينين فالكرياتين ينزل في اليورين، هنا هلاقي ايه، هلاقي الكرياتين ما تحولش لكرياتين فالكرياتينين، فالكرياتين ما تحولش لكرياتين فالكرياتين هو اللي نزل في اليورين، والكرياتين ما نزلش، فهلاقي الكرياتين اللي كان نوع من ابسط نزل في اليورين، والكرياتين اللي كان بينزل مش موجود عشان ما فيش تحويل كرياتين لكرياتين. هثبت ده كمان بحاجه اسمها كرياتين تولرانس تيست، هد العيان ده 2 جرام كرياتين واجمع الكرياتين في اليورين، هلاقي ما فيش كرياتين وهلاقي اكسسيف اكسكريشن اوف كرياتين، اعالجه زي ملوش علاج، فيزيو ثيرابي وفيتامين وجينيتك كاونسلنج او جينيتك ثيرابي، وادي حقن طاقه حاجه اسمها اي تي بي وكلام من ده. طيب نعيده تاني بسرعه، يعني ايه ميوبسي؟ عباره عن ايه؟ قلت عباره عن جروب اوف ديزيز، عباره عن جروب اوف ديزيز اوف سكيليتال ماسل كاركترايزد باي جرادوال ديجنريشن اوف ماسل فايبر، يا اما برايمري يا اما سكندري. السكندري حصل ازاي؟ 2 اي كلمه من 2 اي اميون ياتروجينيك، ياتروجينيك اي سي اي الكحول والسي كورتيكوستيرويد وستاتين، والاميون قلت حاجات فيها ماسل بوليمايوسايتس ديرماتومايوسايتس، كلمه من ميتابوليك اندوكرينيو بلاستيك ميتابوليك هايبر او هايبوكاليميا عشان الانتجريت اوف ماسل اندوكرينال اكوميجالي ميكسيديما كوشنج امواد الاندوكرين الكبيره كلها، وبعدين نيوبلاستيك بارا مالجنت او برونكوجينيك كارسينوما. بص فيسيولوجي المصل مش قادر تحول كرياتين لكرياتين، فالكرياتين اللي كان مش موجود في اليون ينزل والكرياتين اللي كان موجود ما ينزلش، طب ما دام ما تحولش لده يبقى في الاك في الانرجي، فيحصل دامج او ديجنريشن في المصل، يترسب مكانها فايبر فتش ويحصل صوره هايبرتروفي، ولو ما ترسبش يحصل حاجه اسمها اتروفي. طب ايه كمان ككلينيكال بيكشر؟ قلت عندها ويكنس من فوق لتحت، فيحصل لها عند كتافها وينجنج سكابولا او حاجه اسمها جاور تيست، على التانك يحصل لها حاجه اسمها اكسجيريتد لامبر لودوز او بوستيبل ابدومن، تحت يحصل لها حاجه في البلفز حاجه اسمها وادلينج جيت او حاجه اسمها جاور ساين بيتسلق نفسه وينابيلت تكلوميز سيوس. بعد كده يحصل لها سكيليتال ديفورميت زي البسكيفوس واي سي جي تشينجز عشان الكارديومي بس. قلنا من فوق لتحت كنا بنقول ست حامل ماشيه على النيل، واحده ماشيه على النيل كده فمن فوق مميه لورا عندها وينجنج سكابولا وبطنها مميه لقدام اللي هو لامبر لودوز اكسجيريتد وبوستيبل ابدومن، وماشيه تتمخطر كده براحتها على النيل عندها حاجه اسمها وادلينج جيت، ولو قعدت ما تقدرش تقوم تتسلق نفسها حاجه اسمها جاور ساين. طب كانفستيجيشن بثبت ان المصل فيها دمج بثلاث حاجات، مصل انزيم ومصل بيوبسي وام جي، مصل انزيم عالية سي بي كي والدوليز وسكوت، مصل بيوبسي عندها ريجينريشن وليمفوسيتيك وفايبر فات انفلتريشن، ام جي الاقي ريدكشن في الامبليتيود. طب اثبت ان العضله ما بتحولش الكرياتين لكرياتين ازاي؟ كرياتين تولرانس تيست و استيميشن اوف كرياتين اند كرياتين، لما اشوف الكرياتين والكرياتين هلاقي الكرياتين اللي كان مش موجود بقى موجود، والكرياتين اللي كان موجود في اليورين بقى مش موجود عشان الكرياتين ما تحولش لكرياتين، حد فاهم حاجه؟ فزاد الكرياتين وقل الكرياتين. طب بعدها لما اشوف حاجه اسمها
الكرياتين طول ما استهدل عندي 2 جرام كرياتين واجمع الكرياتين في اليورين هلاقي ما فيش كرياتين. امال في ايه؟ في اكسسيف اكسكيشن اوف كرياتين، عشان الكرياتين ما تحولش لكرياتين ما لهاش علاج، جاست ان بعمل شويه فيتامين وشويه فيزيو سايب وكلام من ده. طب ايه كمان عندنا؟ حاجه اسمها ستيتس بس شبه شويه. عندنا حاجه اسمها هيديك، الصداع. يعني ايه كلمه هيديك؟ اي بين يكون موجود في العين ده من عند الفرونت اوف فيس، من وش العين لحد اخر راسه من ورا، ده اسمه هيديك. يبقى من عند الفور هيد كده من قدام الفرونت اوف فيس لحد الباك اوف هيد، ده كله اسمه هيديك. يبقى كلمه هيديك عباره عن ايه؟ عباره عن مايل تو سيفير بين انكلودنج فروم ذا فرونت اوف فيس لحد الباك اوف هيد. اسباب الهيديك ايه؟ جمله كده نغمه تحفظها. اسباب الهيديك: فاسكولار هيديك، انفلاماتوري هيديك. مين هما؟ فاسكولار هيديك، انفلاماتوري هيديك، تنشن هيديك، تراكشن هيديك. فاسكولار هيديك، انفلاماتوري هيديك، تنشن هيديك، تراكشن هيديك، ماسل كونتراكشن وريفيرد. يبقى كلمه هيديك عباره عن ايه؟ مايل تو سيفير بين فروم ذا فرونت اوف فيس لحد الباك اوف نيك. اسبابه: فاسكولار هيديك، انفلاماتوري هيديك، تنشن هيديك، اتراكشن هيديك، ماسل كونتراكشن وريفيرد. فاسكولار هيديك مشكله في البلاد فيسل، عنده فاسكولار دايليتيشن او فاسكولايتس. الفاسكولار ده مشكله في الفيسل، الدايليتيشن ده بيعمل كومبريشن على البرين تيشو وعلى المننجيز فيعمل هيديك، والفاسكولايتس بتعمل سيفير هيديك. طبعا الفاسكولار هيديك يا برايمري سكندري، برايمري زي الميجرين او الكلاستر هيديك الصداع النصفي، او الكلاستر هيديك الصداع العنقودي، او التمبرال هيديك في الناس عندها تمبرال ارترايتس، ده برايمري. يبقى الفاسكولار هيديك برايمري مشكله في الفيسل، برايمري ميجرين، كلاستر هيديك، تمبرال ارترايتس. طب والسكندري؟ حاجات بحرف الاتش: هايبرتنشن، هايبوكسيا، هايبوجلايسيميا. مين؟ هايبرتنشن، هايبوكسيا، هايبوجلايسيميا، او دارك كوزنج فازو دايليتيشن زي النيتريت، او توكسين كوزنج فازو دايليتيشن زي الكحول والانفكشن. انا مش عايز اخش في ديتيلز يا جماعه عشان ما اخدش وقت كبير، بس المفروض الحاجات دي اخش، يعني مش عارف انتوا فاهمينها ولا لازم اخش في ديتيلز. يبقى الفاسكولار برايمري وساكن البرايمري زي الميجرين والكلاستر هيديك مشكله كلها في الفيسل. ما هو الميجرين ده بيحصل عنده فازو كونستريكشن ثم يبون فازو دايليتيشن يعمل له هيديك. الكلاستر هيديك ده بيقعد عنقودي، بيقعد 3 4 شهور في السنه. او التمبرال هيديك بيحصل واحد عنده ارترايتس في التمبرال فيسل في التمبل. السكندري قلنا هايبرتنشن، هايبوكسيا، هايبوجلايسيميا، كلهم بيعملوا هيديك عشان بيعملوا فازو دايليتيشن وكلام من ده. او دارك بتعمل فازو دايليتيشن زي النيتريت والكالسيوم شين بلوكر، او توكسين عامله فازو دايليتيشن زي الكحول انفيكشن. فاسكولار هيديك انفلاماتوري، انفلاماتوري يعني انفلاميشن جوه البين انتركرينيال يا اكستركرينيال. جوه البين انتركرينيال واحد عنده مننجايتس وانكيفالايتس بيعمل هيديك عشان في بين ريسبتور في المننجيس. يا اما اكستركرينيال واحد عنده انفلاميشن في النيرفات الماشيه في السكين بتاع السكالب، واحد عنده نيورايتس في السنسوري نيرف سبلاينج سكالب زي ناس عندها تراجيمنا النيورولوجي. تمام. طيب يبقى فاسكولار هيديك، انفلاماتوري هيديك، انفلاماتوري انتركرينيال واكستركرينيال، انتركرينيال مننجايتس انكيفالايتس، اكستركرينيال واحد عنده نيورايتس في السنسوري نيرف سبلاينج سكالب زي الناس اللي عندها تراجيمنا النيورولوجي. يبقى فاسكولار هيديك، انفلاماتوري هيديك، تنشن هيديك، وتراكشن هيديك. تنشن وتراكشن، تنشن ده بتاع التوتر بتاع الستريس سايكوجينيك، بيحصل اكتر في الفيميل، السايكولوجيكال ديستربد فيميل، بيبقى عادة باند لايك او بريشر مانيفستيشن، حاسه ان حاجه باند لايك، حاجه محزمه دماغها، ده بتاع ايام الامتحانات، ده اسمه تنشن هيديك او تراكشن هيديك. تراكشن بسبب حاجه عامله ستريتش او تراكشن على المنجي زي برين تيومر او برين ابسس او برين هيموش. اي حاجه عامله تراكشن على المنجي زي مين؟ تيومر، هيموش، ابسس، او لمبر بانكتشر بعد اللمبر بانكتشر، عشان بيحصل تراكشن برضو على المنجيس لما تسحب عينه من السي اس اف، البين بيسقط لتحت شويه يعمل ستريتش على المنجيس. فاسكولار هيديك، انفلاماتوري هيديك، تنشن هيديك، وتراكشن هيديك. ماسل كونتراكشن وريفيرد، ماسل كونتراكشن بسبب برونجد ماسل سبازم، واحد قاعد يذاكر 18 ساعه ميل قدام فحصل له اوكسيبيتال هيديك عشان في ماسل سبازم، واحد سايق عربيه كتير برونجد درايفنج، او واحد عنده سيرفايكال سبونديلوس. السبازم لفتره طويله بيعمل ايه؟ بيعمل كومبريشن على الماسل فايبر والنيرف اندنج، فيعمل اسكيميا في الماسل، يطلع لاكتيك اسيد يعمل ايريشن للنيرف فايبر، فيبدا يحصل لها بين. يبقى الماسل كونتراكشن سبب برونجد ستيفنس في النيك ماسل، فيعمل ايه بقى؟ ده بيعمل اسكيميا في الماسل، يطلع لاكتيك اسيد وبريديكانين تعمل بين، وكمان بيحصل كومبريشن على النيرف اندنج. طب الريفيرد هيديك جاي من حوالين من حوالين الدماغ كده، بيسمع في الدماغ فيعمل هيديك. يعني جاي منين؟ جاي من الاير، واحد عنده اوتايتس ميديا، جاي من الاي، واحد عنده جلوكوما، جاي من النوز، واحد عنده سينوسايتس، جاي من الماوس، واحد عنده دينتال ابسس او دينتال سيبسس.